مواعيد السفر من وإلى تركيا حسب ما أعلنته وزارة السياحة التركية، واللي راح يطلع الموقع أمامكم على الشاشة، إلى جميع دول العالم. مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. هذا الفيديو راح أذكر لكم بالدول اللي راح يفتح فيها السفر من وإلى تركيا. مثل ما ذكرنا في فيديوهات سابقة أنه السفر الداخلي راح يبدي إن شاء الله من يوم بكرة اللي هو يوم الاثنين اللي صادف 1 حزيران، والسفر الدولي راح يفتح بعد يوم 10 حزيران. طبعا هاي التواريخ اللي راح اذكرها بهذا الفيديو هي اعلنتها وزارة السياحة التركية، وتقدرون تشيكون هذا عبر الموقع الموجود واللي طلع ببداية الفيديو. تقدرون تشيكون الاوقات مع كل دولة. انا بهذا الفيديو راح اذكر لكم اهم الدول واوقات فتح الطيران معها. اكو شغله لازم انبه عليها، انه هاي التواريخ هي مو تواريخ ثابته، وهاي اغلبها للسياحه، ان يعني المقيمين الناس اللي عندهم اقامه تركيه راح يقدرون يدخلون الى تركيا في وقت ابكر من هذا. وبالنسبه لهاي التواريخ، فهاي التواريخ ممكن تتغير باي لحظه. مثل ما شفتوا كان المفروض انه الطيران الداخلي ينفتح يوم 4 حزيران، صار يوم 1 حزيران، معناها انه الطيران الخارجي ممكن ايضا يتغير باي لحظه اعتمادا على الظرف اللي تمر به تركيا وايضا الدول المجاوره. وهسه راح نبلش بالدول. طبعا هذا الجدول اللي راح يطلع امامكم هو المأخوذ من الموقع مال وزارة السياحة. الدول هي مكتوبة بالتركي، فراح احاول اترجمها قدر المستطاع واذكر جميع الدول ان شاء الله. فاولا نبدي من يوم 1 حزيران اللي هو يوم غدا، راح ينفتح السفر الى قبرص الشمالية واللي هي تعتبر جزء من تركيا. يوم 10 حزيران راح ينفتح السفر الى 4 دول واللي هي البحرين، بلغاريا، قطر واليونان، يوم 10 حزيران. اما بالنسبه ليوم 15 حزيران فراح ينفتح السفر الى المانيا، استوريا اللي هي النمسا، واليابان، ليتوانيا، بولونيا، رومانيا، وصربستان اللي هي صربيا. هذا يوم 15 حزيران. اما يوم 20 حزيران فراح ينفتح السفر الى هولندا وكازاخستان، يوم 20 حزيران. يوم 22 حزيران راح ينفتح السفر الى بوسنا والهرسك، الى دنمارك، استونيا، فنلند، ايرلندا، كيرغستان، ليتوانيا، ونرويج، سلوفاكيا، والدنمارك. هاي اليوم 22 حزيران راح ينفتح السفر للدول الاسكندنافيه اللي هي السويد، فنلندا، نرويج، دنمارك، وهكذا. يوم 1 تموز اللي هو يصادف يوم 1/7 راح ينفتح السفر الى استراليا، الى بيلاروسيا، الى كندا، وكولومبيا، كوسوفو، مالدوفا، اوزبكستان، تايوان، وتركمانستان، واوكرانيا. هذا يوم 1 تموز اللي هو يصادف 1/7. يوم 10 تموز راح ينفتح السفر الى اندونيسيا، الهند، وباكستان. اما يوم 15 تموز راح ينفتح، مكلبه بلساني الحزيران، يوم 15 تموز راح ينفتح السفر الى الجزائر. اخواننا بالجزائر هواي يسالوني، فيوم 15 تموز ينفتح الى الجزائر، الفلبين، و دول افريقيه، ومنها يعني عده دول افريقيه، وكذلك انجلترا، اسرائيل، الكويت. هواي اخوان من الكويت ايضا يسألون، فيوم 15 تموز. ليبيا ايضا يوم 15 تموز، لبنان يوم 15 تموز، ولبنان يوم 15 تموز، وكذلك عندنا الاردن يوم 15 تموز، وروسيا يوم 15 تموز، والبرازيل، نعم اردن وروسيا، هاي اخر شيء بيوم 15 تموز. وبعدها بيوم 1 اغسطس اللي هو 1/8 راح ينفتح السفر لباقي الدول اللي هي البرازيل، ارمينيا، فرنسا، العراق. العراق طبعا مثل ما قلت لكم حطوه بالاخير، وان شاء الله انه يتقرب هذا الموعد اكثر واكثر. ما اعرف شنو السبب انه حطوه ويا الدول اللي بيها اصابات مئات الالاف. فيوم 1/8 راح نفتح برازيل، فرنسا، العراق، ايران، اسبانيا، ايطاليا، مصر. اخواننا المصريين يسالون ايضا حطوهم ويا العراق باخر الجدول، والسعوديه العربيه، اخواننا بالسعوديه، وكذلك تونس. هذا راح ينفتح يوم 1/8 بس يا اخوان هذا الوقت مو ثابت، مثل ما قلت لكم باي لحظه ممكن يتغير، وان شاء الله يا ربي عن قريب يتغير. واخر شيء بالجدول اللي هو 1/9 1 ايلول هي الولايات المتحده الامريكيه. ومثل ما شفتوا بهذا الجدول اللي ذكرته لكم، هاي معظم الدول العربيه وايضا الاوروبيه واللي انتم سالتوني عليها
اللي اعلنتها وزارة السياحة التركية على مواقعها الرسمية انه راح ينفتح لها السفر في هذا الوقت. ولكن هذه الجداول نزلت، اغلب الناس قالوا انه هذه للجروبات السياحية، ناس قالت هذه للسياحة، ناس قالت هذه للمقيمين، فانتوا ما راح تعرفون الخبر الصحيح مثل ما اني ما راح اعرف الخبر الاكيد من الموضوع، لانه مثل ما تعرفون تركيا حاليا يعني تسوي قرارات يوم بيوم، يعني مثلا شافوا اليوم الوضع احسن فممكن باشر يطون قرار يختلف عن قرار اللي هم طوا اليوم، شافوا الوضع باشر صار أسوأ ممكن يطون قرار مختلف. فلذلك انتم لا تحجزون اي شيء وانتظروا الاخبار الاكيده، لانه هسه احنا مثل ما نعرف الباشر راح ينفتح السفر، حاليا انفتح السفر الداخلي اقصد، حاليا هسه طبيت على البرنامج اقدر احجز الانقره، معناتها انه الامور تمام. فانتم بالوقت اللي يكون اموركم تمام تسمعون انه بدا السفر وانفتح السفر، ذاك الوقت تقدرون تحجزون. ولهنا انا وصلنا لنهايه فيديو اليوم، اتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف عليكم وما طولت عليكم، بس حاولت اوضح لكم الدول اللي ذكرتها وزارة السياحة التركية، لان هواي منكم وهواي من الاصدقاء يسألوني عن هذه الدول، فأنا حتى لا اضل اجاوبكم بالتعليقات او اتأخر عليكم بالتعليقات بالاجابة، فاحاول انه حاولت اليوم اسوي لكم فيديو الخص لكم بهذا الموضوع. اكيد ما تنسون انه تشتركون بالقناة وتنورونا وتدعمون القناة وتنضمون لعائلتنا، ويا رب تكون هذه القناة فائدة لكم ولغيركم من الناس، هذا هو الهدف الوحيد من القناة. خليكم ببيوتكم، حافظوا على نفسكم، ونشوفكم يا رب بالفيديو الجاي. سلام.